السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة معانا النهاردة، وطريقة حماية النباتات التي لا تتحمل البرودة في هذه الفترة من العام. بدأنا دلوقتي تقريبا في نص 12 والجو بدأ يسقع جدا. غالبا في بعض النباتات مش هتتحمل البرودة في هذه الأيام يعني، فمحتاجين لطريقة نحمي بيها النباتات، وخصوصا لو عندك نبات قيم، يعني نبات غالي، نبات خايف عليه انه يحصل له حاجة، فلازم في الفترة دي تحميه من البرودة. في الصوب الكبيرة او المشاتل الكبيرة بيبقى عندهم صوبة مجهزة، بيت محمي كبير مقفول او محكم العلق بالبلاستيك او مشمع، بس مشمع ليه خصائص خاصة يعني، خصائص معينة ان هو بيتحمل الشمس القوية ومش بيتأثر بالشمس يعني، بس بيكون سعره غالي وبتباع بالرول الكبير. احنا طبعا في البيوت او الحدائق المنزلية ما يعني الموضوع مش مستحق ان احنا نشتري رول بكام الف عشان نغطي كام نبات في السطح يعني. ففي بدائل بسيطة ممكن نتبعها، من خلالها نقدر نحمي النبات خلال الفترة دي لحد إن شاء الله ما يجي شهر فبراير ومارس الجو يبدأ يتحسن، فمنقاش محتاجين للحماية دي. النهاردة معنا طريقة كده بسيطة جدا ممكن نعملها في البيت عن طريق قارورة المياه المعدنية الموضحة الموجودة يعني. احنا عندنا نبات البوتس، قصدي السنجونيوم، الملون نبات السنجونيوم من النوعية دي خصوصا تعتبر حساسة شوية للبرودة، فمحتاجين نحميها من برودة الشتاء في اليومين دول. فكانت الفكرة بسيطة، هنجيب عبوة مياه معدنية اللي هي 19 لتر او تقريبا 18 لتر، هنفتحها من فوق بمقص او اي آلة حادة، سكينة ولا حاجة، ونخلي الشفة بتاعت لقمة العبوة ليها طرف كده بحيث ان احنا نقفل ونفتح بكل سهولة، ومش هنحكم الاغلاق يعني، هنخلي النص اللي فاضي كده يا دوب كده موارد بس يعني، يبقى برضه فيه اماكن مفتوحة بسيطة بحيث يخش منها الاكسجين للنبات يعني، ما يبقاش غلق تام، لان النبات مش عقلة، مش محتاجة الهواء، لا هي نبات قائم فعلا، فمحتاج يتنفس ويخرج ثاني اكسيد الكربون ويمتص الاكسجين ويعمل عملية البناء الضوئي او التمثيل الضوئي يعني. فلازم يبقى فيه اماكن للتهوية، يخش منها الهواء ويخرج منها الهواء. فاحنا هنقفل الغطاء وهنسيبها بالظبط بالشكل ده كده يعني، بدون ما نقفلها بالسلوتيب او اي ماده تانية يعني. ممكن نعمل العكس يعني، نشيل القمه خالص بتاعت العبوه ونحط القصيص اهو تحت ونغطيه كده بالزجاج بكل سهوله. برضو الازازه من تحت في فتحات من تحت كده بسيطه بتدخل هواء، فيبقاش النبات مخنوق يعني. دي طريقة كده بسيطة جدا ممكن نعملها مع النباتات الموجودة في أصاري صغيرة. طيب في مشكلة بقى ممكن تقابلنا، إن لو عندنا نبات كبير قصيص حجمه كبير، إزاي نعالج المشكلة ديت؟ كده احنا مضطرين إن احنا نعمل مربع خشبي، صندوق بمعنى اصح، صندوق كده هيكل صندوق، ونغلفه ببلاستيك، اي بلاستيك متوفر في البيت يعني، مفيش بلاستيك معين كده كده، بس القضيه كلها في الشهرين بتوع الشتاء او 3 شهور 12 و1 و2، بعد كده مش هيبقى ليه اي اهميه يعني. فممكن مشمع نشتري من عند الموان، بيبيع مشمع كده خفيف بالمتر، نشتري منه مثلا 4 متر 3 متر على حسب المساحه اللي احنا محتاجينها، ونغلف دي المربع ده.
اللي احنا هنعمله ونحطه على النبات بنفس الطريقه بالظبط. يعني نعمل مربع خشبي كبير مناسب لحجم القصيص اللي انت عايز تغطيه. لو قلنا حجم بس عندك اكبر من ده، يعني لو اكبر من كده شويه مش هيخش في العبوه دي، مش هيخش، فهنضطر نعمل مربع خشبي ونغلفه بالبلاستيك ونغطيه برضو نستره كده. وبرضو كل ما نحب نروي ولا حاجه نرفع الصندوق بكل سهوله نروي ونغطي تاني. في طريقه تانية برضو سهله اسهل من موضوع انك تجيب تعمل صندوق خشبي. لو مش متاح عندك خشب او ما عندكش خلفيه انك تعمل صندوق خشب، ممكن بسهوله نجيب طبق بلاستيك كبير. لحظه واحده، حاجه زي كده مثلا، ده نص برميل مقطوع. ممكن بديل عنه لو ما عندكش برميل يبقى طبق بلاستيك زي كده، هتحط فيه النبات اللي انت محتاج تحميه من البرد، وهتجيب بلاستيك اهو وتغطي بيه بكل سهوله يعني، وتقفل بقى بلاستيك او حبل بحيث ان يبقى البلاستيك محكم ما يهترش من الهواء. وكل ما تحب تروي ولا حاجه تشيل بلاستيك بسهوله تروي وترجع تاني. سواء عندك نص برميل ممكن تعمل بيه، او عندك طبق بلاستيك شغال برده معاك، يعني الموضوع ان شاء الله ايه ميسر يعني. دي كانت طريقه كده ببساطه ممكن نتابعها في حمايه النباتات من البرد خلال الشهرين اللي احنا فيهم دول، لان فعلا لو انت ما عملتش كده ممكن تفقد عدد كبير من النباتات، لان فعلا في نباتات لا تتحمل البروده تماما زي نبات الكاليوس او السجاده. نبات السجاده اهو من النباتات اللي بتموت في الشتاء لو انت ما حميتهاش من البرد. لازم في الفتره ديت من السنه نغطي القصيص بعبوه او بلاستيك او طبق زي ما قلنا، بحيث انك تحمي القصيص من البرد. وبرضه هو في فتحات تهويه عشان تعمل عمليه تبادل للهواء والغازات، بحيث ان النبات ياخد راحته في التهويه ويبقى في نفس الوقت محمي من طرات البرد خلال هذه الفتره. دمتم بوافر الصحه والعافيه، ونلتقي باذن الله في فيديو اخر ومعلومه جديده مع النباتات وزراعه النباتات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.